السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع من أقوى المواقع اللي شغالة في المجال المعماري لتحويل أي صورة لرندر، وحاجة قوية جدا. يعني ممكن حتى ترسم 3 4 خطوط تلاقي رسم لك البيت كله. هنشوف مع بعض القصة ببساطة. موقع اسمه lockx.ai، في صور كتيرة بتتعمل بالشكل دوت. في إمكانية إن أنت تدرب الموديل زي ما أنت عايز بدون برمجة ولا حاجة خالص، مجرد بتديله نوع معين من الصور. يعني ممكن تديله مثلا كل صور حسن فتحي، فأي حاجة تديله بعد كده يعمل لك حسن فتحي. في إن أنت تسطب البلاجن بتاعك جوه السكتش أب وجوه الراينو، ده اللي أنت اديتهوله وده اللي طلع لك، فتخيل. طيب في أب سكيل تقدر تكبر أي صورة وتديها شوية ريندر. طيب يلا ندخل نشوف. هقول له ان انا عايز اعمل لوج ان. انا بيعجبني جدا في الموقع دوت ان هو كله عمارة، ما بلاقيش بقى صور هيافة وصور، لا هو كله حاجات معمارية. تمام، ممكن تلاقي حد بيصور في حاجة غير معماري لكن تركيزه على العمارة. architecture design, interior design, urban, landscape. في هاند ميد موديل وهكذا، لكن مبدئيا تقدر اي ستايل مثلا عجبك ممكن تدوس عليه. والصورة تقدر تاخد التكست تعرف ايه البرومت اللي استخدم عشان يعملوا صورة زي كده. تمام، ده البرومت، وهنا نيجاتيف برومت لو انت في حاجة عايز تستثنيها مش عايز تبقى موجودة. دي الصورة اللي اعتمد عليها ودي الستايل ريفرنس. هنفهم القصة دي مع بعض دلوقتي. خلينا نقول له ستارت كريشن، بس احنا ممكن نشوف كل الصور ونتعلم منها وناخد التكست اللي موجود. انا تقريبا ناقص 21 نقطة. طيب دي صور انا اشتغلت عليها، ماشي اهي. طيب في مثلا حاجة خاصة بالاهرامات، حاجة داخليا وهكذا. طيب لما 21 نقطة دول بيخلصوا بتعمل ايه؟ تقدر تشيل نقط تانية. طيب لو بصينا هنا هتلاقي هنا الحاجات الريندر مود بيقولك ايه اللي عندك هتدهوله وعايز ايه. يعني ممكن اقوله ان انا هديك conceptual mass مجرد خطوط كده، او في lighting و shadow، او هديك detail model وانت تبدأ تعمل له ريندر. فتقدر تشتغل على واحدة من دول. ممكن تقوله انا هبقى architecture او interior. الانبوت اقوله هند سكتش، هديك حاجة مرسومة بخط الايد، فبيقول لك انا واحده منهم، هل خطوط بسيطه خالص ولا في ديتيلز. طب انا هديك صوره رياليستيك، صوره حقيقيه انا اللي مصورها، ويبدا يشتغل عليها. هديك بلاند دروينج زي دول وتبدا انت تعمل لها ريندر كانك دخلت على الفوتوشوب وخدت وقتك في ان انت ترسمها بالفوتوشوب. طب انت تشتغل ارتكشر بلان ولا سيت بلان، كل دي اختيارات موجوده. طيب انا هقول له ان انا هشتغل على اقل حاجه. تمام، فبيقول لي خلاص عايز دي الاساسيه ولا كرييتيف. هنجرب ده ونجرب دوت. الاوتبوت افكت عايز مؤثر معين مثلا ريندر ستايل. طيب البرومت عايز تكتب ايه في البرومت هنا، الصوره اللي هديله من خلاله السكتش البسيط اللي انا عامله، وليكن مثلا هديله الصوره ديت واقول له اوكي، وبيقول لي انت عايز كام صوره، كان معترض على ريزوليوشن فرفعت له صورة تانية. طيب دي الصورة اللي هشتغل عليها. تمام، ممكن اجي هنا بقى ادي له صورة كريفرنس ليه وهو بيعمل الصورة دي، ياخد منها بعض مثلا الماتيريال، ياخد منها الانارة، ياخد منها الحاجات دي. طيب هنا انا عايز كام صورة، خليها صورة واحدة دلوقتي. تمام، سيد هنا بيقول لي ماينس 1 ده هيبقى ارقام عشوائية. تمام، يعني هديله الفرصه ان هو يعدل، ما يلتزمش بالصوره هي هي. لما تعمل صوره بيبدا يديها رقم، فالرقم ده بيبقى معناه ان انا عايز التزم بكل حاجه موجوده في الصوره. هو بيبدا يعمل الكرييشن. بعد كده هنجرب الكرييتيف. الكرييتيف بديله فرصه ان هو يبدع. الكاستمايز لازم يكون مديله ستايل ريفرنس، فاحنا هنمشي واحده واحده مع الصور اللي هتحصل. فبدا يعمل لي صوره بالشكل ده. اقدر ان انا اجي هنا في البرومت واديله اقول له لا انا عايز الجدران مثلا اي ماتيريال تانية انت عايزها. تمام، زي ما انت عايز.
ممكن اقول له بقى كرييتيف واقول له ابدأ اعمل لي صورة تانية كرييتيف. فهنا عمل كرييتيف بشكل افضل. تمام، هو عارف ان انا بحب الزرع فمزود لي الزرع، بس الصورة اللي طلع افضل. اهي تمام، انا عجبني مثلا الشغل ده. ماشي، طيب انا عايز اضيف تكست هنا بس مش عارف اضيف ايه، فممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي هنا في الليبل واقول له سيلكت ليبل واقول له مثلا انا عايز ده برسبكتيف او عايز اير فيو او عايز ستريت فيو وهكذا. تقدر تختار هنا، بيقول لك ريزيدنشال بيلدينج، هنا الاكستيريور ستايل عايز تختار ايه. ماشي، هنا الفنانين المعماريين، الفساد مثلا، الانفايرمنت، لاندسكيب، ستريت. تقدر تخصص الصورة بدون ما تقعد تفكر هكتب ايه، بس سيلكت الحاجة اللي انت عايزها. ماشي، تقدر بس ايه تعمل سيلكت. تمام، يبدأ ان هو يتفعل. طيب كرييتيف جربناها. هنا لو انت عايز تضيف افكت معين، رندر ستايل، فيزيكال موديل ستايل. طيب انا عايز اجرب كاستمايز. كاستمايز بيشغل معايا ليه؟ لان احنا قلنا لازم نضيف ستايل معين للصور. ماشي، الستايل مش هياخد شكل المبنى، هياخد بس شكل الرندر، شكل الاخراج. تمام، يعني ممكن اختار مثلا صورة زي دي او دي مثلا بالليل، فيبدأ ياخد اللقطة بالليل مثلا. تمام، اهو نبدأ بقى نجرب. هنا بقول له انا عايز زي الصورة دي بالظبط، او اقول له لا ما تاخدش زيها بالظبط، خد من الستايل. تبدأ تدي ده وده، ممكن تقول له ما تاخدش حاجة من الصورة وخد من الستايل بس. ساعتها هيعمل لك مبنى مختلف تماما عن اللي انت عايزه، بس هياخد بس ايه الشكل. ممكن نقول لا ده انا عايز تاخد بس شويه من الستايل. تمام، طيب ده هوت. بص لما قللت بدأ يقل، لو زودت هتلاقيه بدأ يظهر معايا اكتر. عمل ده بلور وخلي ده هو الاصل. فانت بتبدأ تعمل مزيج بينهم بحيث توصل للي انت عايزه. ماشي، واقول له ستارت كريش. طلع الصوره دي، خد من الستايل دوت. طيب كبر الصوره، دوس عليها هتبدا تكبر. وبعد كده تقدر انت تقول له انا الصوره دي اهو، شفت انت اللقطه، الريندر مود، الصوره الاصليه، الريفرنس، كل السيت ده الرقم بتاعه. اقول له ماينس 1 يعني بيعمل حاجه مش ملتزم باللي هو موجود. هنا هلتزم بالصوره دي، خلاص الصوره دي بقى لها رقم. دي هنا عشان يعمل كومبير بين الصورتين، يعني مش محتاج ان انا اتكلم. هنا ممكن ان انت تاخد البرومت دوت عشان تبدا تعمل صوره تانية. ممكن ده يبقى الريفرنس ايمج بتاعتك لصوره تانية. هنا تعمل بابليش عشان الناس تبدا تشوف الشغل بتاعك. هنا تقدر تعمل ايديت، هنا تقدر ان انت تعمل اب سكيل. تقدر تسيف الصوره من غير ما تاخد تخصم ولا نقط. عايز تعمل اب سكيل هيكبر لك الصوره بس هيخصم لك نقطه، 4 اكس هيخصم لك نقطتين، وهكذا. لو انت عايز بقى حاجه بريميوم هيبدا يخصم لك نقط كتير. هنا تعمل داونلود عادي خالص من غير ما يخصم لك حاجه خالص. وهنا ديليت لو الصوره ما عجبتكش. طيب خلينا نسيف. ماشي، ف يعني الموقع ده خطير جدا ومسته ان هو متخصص في العمارة. طيب تعالى بقى نشوف الاكسبلور مود. هنا تديله برومت، تبدأ تكتب البرومت اللي انت عايزه. مثلا هنا تقدر تختار من ليبل زي ما اتفقنا. هنا اركتكشر، هنا انتريور، كل حاجة خاصة بالانتريور. هنا الحاجات الخاصة بالبلاننج. هنا الريفرنس ايمج لو عندك صورة ريفرنس عايزها، لو ما عندكش مفيش مشكلة. هنا بعض الاعدادات المتخصصة اكتر، ممكن تاخد نفس رقم صورة وتحطه هنا يبدأ ان هو يتعامل مع الصورة ديت. عمل لي الصورة دي. بعد كده ممكن تقول له انا عايز اشوف الصور على شكل جاليري بالشكل دوت، فيبدأ يجيب لنا الصور كلها. على فكرة دي مش ظرافة، يعني ان الشكل الداخلي انا اديتها له وهو ما كانش قادر يفهمها ان ده منظر داخلي. تمام، فعملها لي بالشكل دوت. تمام، فدي من الحاجات الظريفة ان هو كان خد البرومت ان انا بقول له
ان ده بابليك بيلدينج، فخد الشكل ده وحول له الشكل ده. دي من الحاجات الظريفه جدا اللي عجبتني يعني. هنا الموديل اجوره، تلاقي موديلز كتيره جدا، تقدر تختار اي واحد فيهم يعني. في واحد متخصص في الفيلا العربي، في واحد خاص في الحاجات اللورا دي مثلا، الحاجات الاسلاميه تمام. فممكن تاخد تستفيد من الاجوره دوت ان انت تشتغل بيه، تقول له ابلاي موديل او تقدر انت تحمله تمام. خدنا الموديل دوت تمام، الصورة دي، وممكن بقى تكتب التكست اللي انت عايزه. هنا تقدر تدرب موديل خاص بيك، تعمل انت موديل خاص بيك، تديله كمية كبيرة جدا من الصور ويبدأ ان هو يستوعبها، ويبدأ ان هو يديك نفس الستايل ونفس الحاجة اللي انت عايزها تمام. ممكن تغذيه مثلا، تديله المعلومات بقى بتاعت البرومت، وتديله صور كتيرة للستايل، قول له انا عايز افهم ستايل معين او اوبجكت معين، ومن كتر الصور اللي هتديها له يبدأ ان هو يستوعب. هو ممكن تديله ماكسيمم سايز 20 ميجا، المفروض ترفع له يعني من 15 لـ50 صورة. كل ما ترفع له اكتر كل ما يفهم اكتر. السبب ان هو قوي بذو حديد، ان ناس كتيرة رفعت له شغل ذو حديد تمام. انما مثلا في معماريين ممكن يكونوا حلوين زي ذو حديد، لكن لان ما فيش حد رفع له موديل كتير، فمش هتلاقي ان البرنامج قوي في الستايل بتاعه. هنا البلاجن لو انت عايز تسطبه على السكتش اب بالشكل دوت، او تسطبه في الراينو، وان شاء الله يدخل بقى في بقيه البرامج قريب ان شاء الله. بس هو فعلا بامانه من اقوى البرامج المعماريه في قصه تحويل البرومت لصور. دلوقتي بقى خلاص هيبقى موجود في الراينو، تكتب لوك اكس خلاص يبقى موجود معاك ان شاء الله.